أحسن الله إليكم، هذه الأخت السائلة تسأل عن الدهن، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة ويمنع الوضوء؟ لا يمنع، إذا جرى الماء على الجلد وعلى العضو يكفي هذا، ولو كان عليه دهن أو زيوت هذا لا يمنع، إنما الذي يمنع الشيء الذي يتجمد على الجسم ويا كالبوية والأصباغ التي تتجمد وتمنع اختراق الماء للجلد، اختراق الماء إلى الجلد، اختراق الماء منها إلى الجلد، هذا هو الذي لا يجوز. أما الدهن فهذا لا يمنع جريان الماء على الجلد، فالوضوء صحيح، الطهارة صحيحة. نعم.